دلوقتي هنعمل المشروم الفرايد. المشروم الفرايد ده من الحاجات اللي احنا يعني اغلبنا لما بيروح اي مطعم بيقوم طالبه. ليه؟ يعني عمايله مش صعبة على قد ما هو ريسكي، يعني ساعات يقوم ايه فاكك مننا واحنا وحظنا بقى. يعني بصوا انا عاملة شوية كده نسخة الحمد لله ما فكوش، هنشوف دلوقتي بقى على الهوا هيعمل معانا ايه. انا كنت طالبة بودرة توم اصلا. لا انا قايله لا قايله الامين والله. فين ملح وفلفل؟ ما يعني بصوا لا فكرتني، هو لازم نحط عليه بودرة توم عشان يدينا طعم حلو. يا ريت تجيبولي طب لا حاولوا بودرة توم. هنجيب كده ملح فلفل اسود، خلاص فلفل اسود كده. وهنجيب بيكنج باودر معانا نشا، معانا دقيق، ونشوف هنحتاج دقيق اكتر ولا لا عشان اي المية عايزينها تبقى. عارفين الخلطة بتاعت القرنبيط اهو نفس الفكرة، بس طبعا احنا عشان صيامي فمش هنعمل بالبيض. يعني هي دي برضو التركية ان هو بيبقى سخيف شوية في موضوع الفرايد من غير بيض، البيض بيخليه هش، فاحنا عوضنا ده بالبيكنج باودر. وكمان بصوا لا نحط مية تاني اهو. الخلطة دي عشان يلزق فيها، الخلطة تلزق. بس كده حلو قوي، اهي بودرة الثوم. بصوا بقى مع نقطة واحدة بس من الخل، نقطة صغننة قوي اهو. دي من الوصفات الجميلة جدا. بصوا بقى عامل زي الفوم. نحط بقى كده المشروم ونقلب. بص طبعا انا متر اصلا بعيد عن الزيت عشان بس ايه ما لسعته وحشه جدا.